عبد الجبار الحمود، مبتكر سعودي، حقق المركز الأول في مسابقة أنتي الأسيف، وتم تكريمه من وكالة ناسا الشهيرة عالمياً في مجال علوم الفضاء لاكتشافه كوكباً جديداً، حيث أطلق اسمه على هذا الكوكب تكريماً له. ويعد الحمود أحد نماذج الطلاب المبتعثين في الجامعات الخارجية الذين حققوا مراتب عالية بين أقرانهم في تلك الجامعات.